لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل، وما زلنا بننقل لحضراتكم أحداث وقائع معركة أين الله الجزء 52. وعنوان حلقتنا النهاردة إثبات الصفات كفر عند الأشاعرة والمعتزلة. شفنا في الحلقة اللي فاتت النقطة الأولى اللي كانت أساس في ظهور المعتزلة كفرقة إسلامية، وطبعا قصدي عقيدة المعتزلة اللي هي إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يعني مش مسلم ومش كافر في الدنيا وفي الآخرة كافر مخلد في النار. وشفنا إزاي إن رسول الإسلام راح 3 مرات لأبو حسن الأشعري وهو معتزلي علشان يقاعد المذهب الجديد، لأن مذهب المعتزلة باطل. واتفاجئنا إن الأزهر بيخالف رسول الإسلام وبيستشهد بكتاب الكشاف للزمخشري اللي من أئمة المعتزلة. وفي حلقة النهاردة هنشوف مدى تلاعب الأزهر ممثلا بالإمام الأكبر شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب، ومدى تلاعب الأزهر بالعقيدة الإسلامية، والأسوأ من كل ده هنشوف مخالفة أو موافقة الأزهر لحكم رسول الإسلام على عقيدة المعتزلة إنها عقيدة باطلة. واللي نقلنا لحضراتكم إن الأزهر ما عبرش كلام رسول الإسلام ونقل عقيدة المعتزلة بذات الله رغم إنها عقيدة مبتدعة. وشوفوا معايا ابن عثيمين هيقول إيه عن المعتزلة في الفيديو اللي جاي. من هم المعتزلة؟ المعتزلة هم طائفة مبتدعة يقولون في الله وفي كلام الله وفي أفعال الله ما يخالف مذهب أهل السنة وجماعة، ورئيسهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء. وزي ما شفت حضراتكم الشيخ ابن عثيمين وهو بيقول إن المعتزلة طائفة مبتدعة بيقولوا في الله وفي كلام الله وفي أفعال الله كلام لا يليق بأي مسلم إن يقولوا عن الله. أنا سؤالي للإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ألا تغار على الله؟ هل الله يمثل ليك حاجة؟ هل حضرتك بتعبد الله؟ لو كان جوابك نعم يبقى لازم تتكلم وتوضح للناس إن مجلة الأزهر ارتكبت خطأ لما أخذت عقيدة عن ذات الله من المعتزلة اللي هم مش بيحترموا ذات الإلهية. لازم تتوب إلى الله يا شيخ الأزهر، وخصوصا لو عرفنا إن المعتزلة بيقسموا عقيدتهم إلى 5 أصول كلها تطاول على ذات الله وصفات الله وأفعاله. ونشوف مع حضراتكم الشيخ ابن جبريل وهو بيشرح القسم الثاني من أقسام التوحيد عند المعتزلة. ثانيا العدل، إنكار قدرة الله، يقولون إذا خلق الله المعصية والكفر في العبد وعاقبه عليها كان ذلك جورا، فنسبوا الرب تعالى إلى العجز وادعوا أن العاصي يعصيه قسرا والكافر يكفر قسرا لا يقدر الله أن يرده. وزي ما شفت الشيخ ابن جبرين وهو بيقول إن الأصل الثاني من أقسام العقيدة عند المعتزلة إنكار قدرة الله، ويقولون إذا خلق الله المعصية والكفر في العبد وعاقبه عليها كان ذلك ظلما، فنسب الرب تعالى إلى العجز فادعوا أن العاصي يعصيه قسرا وأن الكافر يكفر قسرا لا يقدر الله أن يرده. يعني إن الله عاجز وإن العاصي بيعصى الله غصب عن الله والله ما يقدرش يمنعه، في نفس الوقت العاصي عصى الله بدون علم الله وبدون إذن الله، يعني الله لم يقدر على العاصي المعصية، لأن الله لو قدر على العاصي المعصية يبقى فين العدل لما الله يحاسب العاصي ويعاقبه. تصوروا معايا حضراتكم إن مجلة الأزهر اللي بتمثل الأزهر وبتنقل عقيدة في ذات الله من مرجع معتزلي اللي هو تفسير الكشاف لإمام من أئمة المعتزلة اللي هو الزمخشري، فأكيد إن الأزهر بيوافق على اعتقاد المعتزلة بذات الله. فهيكون شوفوا معايا في الشاشة مكتوب إيه في مجلة الأزهر. والأعلى صفة الرب والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك، وهذا العلو واجب لله في ذاته وصفاته وأفعاله.
هتكون بالشكل ده عند المعتزلة، والأعلى صفة الرب العاجز الغير قادر، والمراد بالعلو العلو بالقهر والاقتدار لا بالمكان والجهة لتنزهه عن ذلك. وهذا العلو واجب لله العاجز في صفاته وذاته وأفعاله. ده معنى الكلام، يعني هيكون كده. علشان كده الأشاعرة لا يثبتون العلو الحقيقي أو العلو الذاتي لله، لأن الله عندهم عاجز غير قادر. فإزاي الله العاجز والغير قادر أمام العبد الضعيف يكون قادر على أن يكون في علو؟ وعلو مش أي علو، لا ده علو ذاتي. عشان كده من الأدلة اللي تعتبر من أهم أدوات معركة أين الله هي الآية سبح اسم ربك الأعلى. وهنشوف تعليق مجلة الأزهر، وطبعا تعليق مجلة الأزهر ده كتبه أحد مشايخ الأزهر، أو ممكن يكون الإمام الأكبر الشيخ حسن مأمون في وقت صدور عدد المجلة اللي بننقل منها من صفحة 16، ونشوف مع بعض على الشاشة. والخلاصة إنه يجب تنزيهه ذاته تعالى وصفاته جل وعلا عن النقائص، ويجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لذلك عن سوء الأدب والذهاب بها مذهب المجسمة والمشبهة. يعني الأزهر بيقول يا غلاة الحنبلة يا وهابية، بلاش تقلوا أدبكم وتجسموا ربنا وتشبهوه وتقولوا إن علو الله العاجز ده علو حقيقي. ونبدأ مع حضراتكم معركة أين الله، بس المرة دي الأشاعرة بيستعينوا بالمعتزلة اللي رسول الإسلام حكم إن مذهبهم باطل 3 مرات. وهنا بيرد أحد مشايخ ولاة الحنبلة الوهابية، ونشوف رد الشيخ ابن عثيمين في الفيديو اللي جاي هيقول إيه. هذا مستمع من السودان يقول في هذا السؤال، هذا سؤال يحيرني وأرجو الإفادة عليه، وهو أن بعض الناس يقولون بأن الله فوق في السماء، وعندنا في السودان علماء التوحيد يقولون بأن الله كان ولا مكان، وهو منزه عن الجهات 6، طبعا شرق وغرب وشمال وجنوب فوق تحت. نرجو منكم التوجيه حول هذا. علو الله عز وجل على خلقه، علو الله تعالى على خلقه ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة، فأدلته متنوعة، كل الأدلة الممكنة في إثبات الشيء كلها موجودة تدل على أن الله تعالى فوق عباده. أما من القرآن فأدلة ثبوت علو الله على خلقه كثيرة جدا متنوعة، مثل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة. وتلاحظوا حضراتكم إن السوداني بيقول في السؤال، عندنا في السودان علماء التوحيد، وقصد بعلماء التوحيد يعني الأشاعرة. والحقيقة في كل مكان الأشاعرة بيعتبروا نفسهم هم علماء التوحيد، لأن هم بينفوا حقيقة صفات الله، ونفي حقيقة الصفات احنا شرحناه كتير، وهي بالتأويل أو بالتفويض. يعني مثلا يقولوا يد الله، يقولوا إنها مش يد حقيقية إنما هي معناها القدرة، ساق الله يعني الشدة، وهكذا. مدام هم علماء التوحيد لأنهم بينفوا صفات الله، إذن اللي بيثبت صفات الله ده إيه؟ مشرك. وهتشوفوا مفاجأة بجد هتستغربوا ليها، ونشوف الشيخ ابن جبريل هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. المعتزلة أولهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء في القرن الثاني، هؤلاء أول من أظهر هذا الاعتزال. ذكر أصولا 5 سموها بأسماء حسنة. الأصل الأول التوحيد، ويريدون به تعطيل الله عن الصفات، فيقولون إن إذا قلنا الله قديم وسمع، السمع قديم والبصر قديم والوجه قديم والعلم قديم والقدرة قديم، لازم تعدد القدماء، فلا نثبت إلا الذات. هذا معنى التوحيد عندهم. وزي ما شفتوا الشيخ ابن جبرين وهو بيقول إن اللي أسسوا مذهب المعتزلة هو عمرو بن عبيد وواصل ابن عطاء في القرن الثاني، هم أول من أظهر الاعتزال، وإن هم قسموا العقيدة إلى 5 أصول سموها بأسماء حسنة الأصل. الأول التوحيد، ويريدون به تعطيل الله عن الصفات، ويقولون إذ قلنا أن الله قديم والسمع قديم والبصر قديم والوجه قديم والعلم قديم والقدرة قديمة لزم تعدد
القدماء، فلا نثبت إلا الذات، هذا معنى التوحيد عندهم. يعني المعتزلة بيقولوا إن اللي يقول لله صفات ده يبقى يؤمن بتعدد القدماء، يعني تعدد الآلهة، يعني مشرك، يعني مخالف للتوحيد. ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة. إحنا شفنا في حلقة النهاردة إن من عقيدة المعتزلة إن الله لم يقدر على العاصي المعصية، لأن الله لو قدر على العاصي المعصية يبقى فين العدل لما الله يحاسب العاصي ويعاقبه، وكده العاصي بيعصي الله غصب عن الله والله ما يقدرش يمنعه. وشفنا إن الأشاعرة بيسموا نفسهم علماء التوحيد، وبيقولوا بأن الله كان ولا مكان، وهو منزه عن الجهات الست. وعلماء التوحيد بينفوا صفات عن الله أو بينفوا صفات الله، واللي يثبت صفات الله يبقى مجسم عندهم، والتجسيم كفر. أما المعتزلة العقيدة عندهم خمسة أقسام. القسم الأول التوحيد، ويريدون به تعطيل الله عن الصفات، ويقولون إذ قلنا أن الله قديم والسمع قديم والبصر قديم والوجه قديم والعلم قديم والقدرة قديمة لزم تعدد القدماء، ولا يثبتون إلا الذات، هذا معنى التوحيد عندهم. واللي يثبت الصفات يعني يؤمن بتعدد الآلهة. طب وين الحلقة الجاية علشان نواصل الأزهر وعقيدة المعتزلة ووجه الشبه بينهم بناء على اللي قلناه في حلقة النهاردة، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة بين عقول البشر.